الدكتور محمد جيسوس مؤسس جاز كلينيك، اهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزيك نيشن. اهلا، مرحبا، شكرا الدعوه. خبرنا اكثر عن جاز كلينيك. جاز كلينيك هي مساحه جراحه تجميل اردت ان تكون في كازابلانكا الدار البيضاء في المغرب، وهي كونسيبت جديد، نيو كونسيبت في عالم الجمال والتجميل، لأنها تستجيب لجميع الطلبات والاختيارات في هذا العالم وهذا الميدان الجمال والتجميل. فيها جراحة تجميل والعديد من الاختيارات. شو هن الخدمات اللي بتقدموها؟ في جاز كلينيك هي مساحة جراحة تجميل، وأنا الجراح الوحيد لهذه المساحة، وفيها تجميل الأسنان. عندنا أطباء اختصاصيين في تجميل الأسنان، العدسات اللاصقة، واللي عندها الخصوصية تابعة لها هي مفيش منمسوش الأسنان، نعملوا العدسات ديركتلي على الأسنان، وهذه الطريقة هي اللي تعطي أحلى ابتسامة في هذا الميدان الابتسامة. أما بالنسبة للشعر، فيه مرفق لزرع الشعر، وبالطريقة الأمريكية هي DHI، وفيه عندنا كذلك كوتشينج للتنحيف. فبالنسبة للطب التجميلي عندنا يعتمد على وسائل آخر ما صدر في هذا الميدان، ميزوثيرابي بالحقن فيتامينز. شو اللي بيميز جاز كلينيك؟ جاز كلينيك هي مساحة جراحة تجميل موجودة في الدار البيضاء كازابلانكا في المغرب، واختاريت باش نعملها في كازابلانكا لأنها وجهة من الوجهات السياحية معروفة ومشهورة في المغرب، يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم. وجاز كلينيك تقدم خدمات عديدة ومتعددة في ميدان التجميل والجمال.